معقولة؟ عرفت؟ ولوحدها والله. متضايقة؟ لا خالص، بالعكس، دي سهلت لي كل حاجة وخلتني ما احملش هم. غريبة أوي. غريبة ليه؟ أنت يا بنتي مش مصدقة إننا فعلا إخوات؟ طب والله أنا بحس إنها أقرب لي من منال. بتتناقش معايا وبتاخد وتدي في الكلام، حاجات أنا مفتقدها في أمي وفي أختي. اسكت، ما شفتش ماما عملت إيه بعد ما نزلت؟ عملت حكاية كبيرة. إيه ده ليه؟ عشان الكلام اللي قالته نبيلة. قعدت تقول أنا مستغربة قوي، مفيش واحدة تتكلم كده على جوزها الميت قدام جوزها الحالي حتى لو كان أخوه، وكانت عصبية كده ومتوترة جدا. يا خبر. طب وبعدين؟ ولا قبلين بابا يوسف هداها وقال لها إن جوازتكم دي شيء يخصكم، وإن أنتوا الاتنين كنتوا رافضين تتجوزوا بالطريقة دي وكلام زي كده. أنا بصراحة فوجئت بكلام نبيلة زيكم بالظبط، بس أرجع وأقول الحمد لله إنها قالت كده عشان تصدقيني. أنا عمري ما كدبتك. هو يعني صحيح كانت بتعدي عليا لحظات بشك فيها فيك، وكانت بتبقى لحظات صعبة عليا قوي، بس كنت برجع تاني وأقدر موقفك وأعذرك. ولما أنت كنت بتقدري موقفي وبتعذريني كنت بتعامليني بالشكل ده ليه؟ أنا كنت مقدرة بس برضو أنا ما كنتش أعرف تفاصيل حياتكم مع بعض، يعني أنا كنت قدام راجل متجوز ولازم أقطع علاقتي بيه. حتى لو كنت راجل متجوز إيه؟ ما ينفعش نكون أصدقاء؟ الحب صعب قوي يتقلب لصداقة. حب؟ أخيرا متقطيع. بحبك يا سلام، بحبك. إيه ده، أنت مخك راح لفين؟ أنا قصدي الحب الأخوي. أخوي؟ عليا أنا برضو أخوي. أخوي برضو بموت فيك. ده كويس إنها ما طلعتش حامل، دي كانت تبقى نصيبة. ومصيبة ليه يا أختي؟ يا ماما دول متجوزين بعض بالعافية، عايزاهم كمان يجيبوا عيال. بالعافية؟ تعالي شوفي دلوقتي أخوكي بيعملها إزاي؟ ده أنا لو قلت لها بأمي يقولوا روحي، ده ضربة الدم في قلبك. يا ست سرية، يا ست سرية، سي حسام لا يمكن يقول لك كلمة وحشة. ليه؟ هو ابن حرام ولا ابن حرام؟ اسكت يا وليه، اسكت. بتستقبلي ولا ايه؟ ليه ما شفتهمش لما رجعنا عند الدكتور؟ شفتوش بيكلمني ازاي؟ معلش، ابنك بقى بيدلع عليكي، لكن هو ما قالكيش كلمة بقى وحشة لا سمح الله. ما شفتكيش بنك كلمة معلش، كل ما اكلمك تقولي معلش، هجيبلي ضغط دم. يعني هما دلوقتي بقوا بيحبوا بعض؟ امال كانوا متضررين قوي من الجوازه كده ليه؟ يا اختي حباها مرص وعشر خرص، انا عارفه بيحبوها ليه؟ دي زرع. الله، مش انت يا ماما اللي لسه بتقولي؟ بتشبشب لهم، بتسحر لهم، زي ما سحرت لرياض الله يرحمه قبل ما يموت. انا عارفه بتجيب السحر ده منين، بالترمزيه. استغفر الله العظيم. يا ست سرية، يا ست سرية، حرام عليك، العمل عمل ربنا. انت تسكتي خالص يا وليه، انت زيك زي الكرسي اللي ماسكاه في ايدك ده. انت تفهمي ايه؟ انا اللي بنت سوق وفاهمه كل حاجه. انت تخليكي في الملوخيه اللي بتخرطيها والباميه اللي بتقمعيها وتسكتي خالص. حاضر، انا هسكت اهو. وروحي يا اختي، ده هي ترجعك دايما حرقه دمي. طب اختي يا ماما، الكلام اللي بتقوليه ده حقيقي وطلعت فعلا بتعمل اعمال، يبقى الحل ايه؟ هاجري ورا بتوع الاسحار اشوف لي حل. اول نبي يا ماما، احسن انا كان نفسي حسام يتجوز بنت هاي كده وبنت زواج. اول ما حطوا عينهم على مكنه الخياطه، لكن وحياه امك دي لا جوزوا واحده بنت زواج تكون كده عشان احرق قلبها بنت رمزيه دي. صح كده يا ماما، وبعدين انا عن نفسي ناويه اجيب لكم نسب يشرف على الاخر، يعني لازم مرات حسام تبقى على نفس المستوى. انت في زيك انت يا منال، انت طالعه لامك يا حبيبتي.